براءة اختراع جديدة في الجامعة الأمريكية في الشارقة لعلاج سرطان الثدي وموضوعات أخرى تتابعونها اليوم في جامعتي، ابقوا معنا. نجح فريق بحثي في الجامعة الأمريكية بالشارقة في الحصول على براءة اختراع جديدة لعلاج سرطان الثدي وبأقل الأثار الجانبية. للحديث أكثر عن هذا الإنجاز البحثي الهام يحدثني ضيفي الدكتور غالب الحسيني، أستاذ الهندسة الكيميائية والبيولوجية في الجامعة الأمريكية في الشارقة. حياك الله دكتور غالب. أهلا فيكم. يا مرحبا. شكرا. دكتور، بداية نبارك لكم ونبارك أيضا لفريق العمل هذه الجهود الدؤوبة الحثيثة التي توجد بالحصول على براءة اختراع علاج سرطان الثدي. نقدم بداية نبذة تعريفية للسادة المشاهدين عن براءة الاختراع هذه، ما هي فكرتها وكيف جاءت؟ شكرا. بالنسبة لنا هاي براءة الاختراع تكملة لبراءة اختراع حصلنا عليها بال 2020. الفكرة كالآتي: نحن نعلم الأعراض الجانبية التي تتصف فيها الكيمو أو العلاج الكيميائي، حيث أن الدواء الكيميائي يتفاعل أو يؤثر على خلايا سليمة في الجسم، ولذلك فإن مريض السرطان عادة يشكو من أعراض عدة، منها سقوط الشعر، منها مشاكل في الجهاز الهضمي، منها مشاكل في جهاز المناعة، ومنها أصلا أيضا هذه الكيميائيات قوية جدا وقد تؤثر على عضلة القلب. الفكرة تبعت البحث أن نأخذ العامل الكيميائي الكيمو ونضعه داخل حويصلة أو كبسولة صغيرة من حجم النانو. ما هو حجم النانو؟ هو 1000 مرة أصغر من حجم المايكرو، فهو صغير جدا جدا لا يرى بالعين المجردة. الفكرة أنه يتم حقن هذه الحويصلات في دم الإنسان، تذهب إلى القلب، يتم ضخها في كل مكان، ولكن بما أنها داخل حويصلة أو بما أنه العامل الكيميائي داخل حويصلة فهو لم يؤثر على الخلايا السليمة الموجودة بالجسم. الطريقة التي نحن نستهدف فيها الخلايا السرطانية عن طريقتين: الطريقة الأولى هو الاستهداف البيولوجي، والطريقة الثانية هو الاستهداف عن طريق الأمواج فوق الصوتية أو الألتروساوند. الاستهداف البيولوجي يوجد على الخلايا السرطانية مستقبلات أو أقفال، نظرية القفل والمفتاح. فإذا أخذنا هذا الحويصلة داخلها الكيموثيرابي العلاج الكيميائي وأضفنا إليه المفتاح الذي يفتح هذه الخلايا أو هذه الأقفال على سطح الخلية السرطانية، فنحن نستطيع أن نراكم أو نزيد تراكم هذه الحويصلات عند التومر أو عند الأورام. وعندما يتم تراكم بكميات كبيرة فنحن نفعل أو نفرز المحتوى الكيميائي عن طريق الأمواج فوق الصوتية أو الألتروساوند. والأمواج الصوتية مهمة جدا لأنك تستطيعين أن تحددي أو تركزي الأمواج الصوتية فقط عند الأورام، وبالتالي لن يتم فرز العامل الكيميائي خارج هذه المنطقة ولن يكون كل الأعراض الجانبية التي تحدث عنها سابقا. بالتأكيد دكتور غالب، هذه براءة الاختراع هي جهود بحثية لفريق بحثي خلف هذه البراءة، تضافرت جهوده في تحقيق هذا الإنجاز. نتكلم شوية عن هذا الفريق، ممن يتألف وما هي مهام كل عضو فيه؟ يوجد في هذا براءة الاختراع 3 باحثين، واحد منهم أنا طبعا، إضافة إلى إلي الدكتور محمد الصياح الذي هو بروفيسور في الكيمياء في كلية الأداب والعلوم. بالإضافة إلى ذلك وشيئا أفتخر فيه جدا، يوجد إحدى المخترعات هي طالبتي في الماجستير اسمها أمل الصادق، وهذه ثاني براءة اختراع لها من رسالة الماجستير، فهذا شيء أفتخر فيه كثيرا، وذلك يدل على جودة الطلاب الذين يدرسون ويبحثون في الجامعة الأمريكية في الشارقة. وهل سيتم تطبيق براءة الاختراع هذه على أرض الواقع ونراها قريبا بإذن الله؟ مثل هذه الأنواع الأبحاث تمر عبر أكثر من خطوة. الخطوة الأولى هو تصنيع هذه المواد، الخطوة الثانية هو اختبار هذه المواد ضد أو في الأنابيب
إن فيترو، وبعد ذلك إذا كانت ناجحة فنحن نذهب إلى الحيوانات نستخدم فئران، إذا كانت ناجحة في الفئران نبدأ في الاختبارات السريرية. فبالتالي في المستقبل يجب أن يكون أكثر من نوع من الاستهداف لكي تكون هذه العلاجات أكثر نجاعة ونقدر أن نستخدمها في المستشفيات. صحيح بلا شك. وإلى أي مدى تساهم هذه براءات الاختراع دكتور في إيجاد حلول مبتكرة لتخفيف معاناة مرضى السرطان؟ بالنسبة لعلاج مرض السرطان، هذا البحث أو هذا براءة الاختراع مهمة جدا لأنها تستهدف المرض عن أكثر من طريقة، ومستقبل علاج السرطان سوف يكون أكثر من استهداف، مثلا كما قلت نظرية القفل المفتاح أو العلاج البيولوجي، بالإضافة إلى ذلك الأمواج فوق الصوتية أو الأمواج الدقيقة مثل المايكروويف أو الحرارة. فبالتالي عندما نضعهم مع بعض سوف يكون العلاج ناجع أكثر وممكن أن نستخدمه في المستشفيات. جهود تشكرون عليها دكتور، وبعد حصولكم على براءة الاختراع هذه هل سيواصل الفريق البحثي سعيه الدؤوب في الحصول على علاجات أكثر فاعلية وأقل تدخلا لمرضى السرطان؟ بالنسبة لبراءة الاختراع هذه هي تستهدف خصوصا مرض سرطان الثدي، ولكن في المختبر نحاول أن نستهدف أكثر من نوع من السرطانات، وذلك يتم عبر استخدام أو تغيير المفتاح الذي نضعه في الحويصلة، وبالتالي نستطيع أن نفتح أو أن نزيد تراكم هذه الحويصلات عند سرطانات أخرى، ومن ثم نفعلها عبر الأمواج فوق الصوتية أو الألتراساوند. بلا شك. الدكتور غالب الحسيني أستاذ الهندسة الكيميائية والبيولوجية في الجامعة الأمريكية، نتمنى لك كل التوفيق ونتمنى للفريق البحثي أيضا كل التوفيق. شكرا على مقابلتك اليوم. شكرا جزيلا. شكرا.